شيخ الكرام، ايضا للمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا النائب ايهاب الطماوي عضو اللجنه التشريعيه في مجلس النواب. سياده النائب، بالفعل ربما لحظات وتعلن اسماء التشكيل الوزاري الجديد او التغيير الوزاري كما هو معلن. هل هناك ملامح قبل اعلان البيان؟ سياده النائب، سيادة النائب إيهاب الطماوي. ألو. ألو سيادة النائب. يا فندم معاك. يعني آخر المستجدات، ومجلس النواب يعقد ربما الآن جلسته لمناقشة التغيير الوزاري أو التعديل. هناك تعديل، هناك يعني مصطلح تعديل ومصطلح تغيير. جلسة مجلس النواب ستبدأ بعد دقائق قليلة لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري محدود على حكومة شريف إسماعيل. نعم. هذا التعديل يعني في ضوء ما يتردد داخل أروقة المجلس في حدود خمس وزارات، أسماء مطروحة، خمس أو ست أسماء مطروحة لعدد من الوزارات، وننتظر اعلان الاسماء بعد بدء الجلسه، ولا يستطيع احد ان يجزم باسم من الاسماء التي ترددت في الاعلام خلال ال 24 ساعه الاخيره. نعم سيادة النائب، يعني ايضا حسم مساله عوده المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتسلم مهامه، هل ستكون مطروحه؟ هذه المساله غير مطروحه، المهندس شريف اسماعيل هو رئيس مجلس الوزراء حتى هذه اللحظه، واعتقد لن يكون هناك مفاجآت في هذه المسألة. هو شخصية وطنية مقدرة من الجميع، واعتقد انه طالما لديه قدرة على العطاء سيظل يخدم مصر ان شاء الله. سيادة النائب، يعني ما هو النصاب القانوني للموافقة على خطاب رئيس الجمهورية الى المجلس؟ طبقا المادة 146 من الدستور، الأغلبية المتطلبة للموافقة على التعديل الوزاري 50% زائد واحد من أغلبية عدد الحضور. الحضور بما لا يقل من عدد الحضور بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، أي ما يقرب من 199 إلى 200 نائب بحد أدنى. شكرا جزيلا سيادة النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب.